عاد إلى أرض الوطن. الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي 15 آيدكس 2021 والمعرض البحري المصاحب له نافدكس 2021. وقد استضافتهما العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الأيام الماضية، حيث شهد القائد العام للقوات المسلحة حفل افتتاح الدورة 15 من معرض آيدكس 2021، ونقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا. وعلى هامش المعرض التقى بالسيد محمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، وأشاد بمستوى التنظيم الجيد لمعرض آيدكس 2021 هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة في المجالات العسكرية. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى بالفريق ركن حمد الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حيث أكد على أن تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من علاقات التعاون والشراكات بين الدول في المجالات العسكرية والتكنولوجية. وفي نفس الإطار التقى بكل من وزيرة الجيوش الفرنسية ووزير دفاع صربيا والسيد خار لامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي والوفد المرافق له، حيث تبادلت اللقاءات تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات العسكرية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل لبحث أحدث ما وصلت إليه ترسانة الأسلحة العالمية من تطور في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، التقى بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة إج الإماراتية وعدد من كبار قيادات المجموعة واتحاد مجموعة الشركات الأوروبية الخاصة بإنتاج الصواريخ MBDA ووفد شركة بوينغ الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة IGG International Golden Group والوفد المرافق له، وهي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات الدفاعية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والوفد المرافق. وخلال فعاليات المعرض قام الفريق أول محمد زكي بتفقد جناح جمهورية مصر العربية، والذي تضمن عرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة العربية العالمية للبصريات، وتفقد شركة فينكنتير سبا التي تعد إحدى أكبر الشركات في العالم في بناء السفن والأولى في إنشاء الغواصات. كما تفقد شركة الحمراء الإماراتية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وأعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية وما تتسم به من تقنية متطورة وجودة عالية وكوادر شابة لديها خبرات عديدة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، متمنيا لدولة الإمارات قيادة وشعبا المزيد من النجاح والازدهار. تأتي مشاركة مصر في معرض آيدكس 2021 في إطار التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكري للأسلحة ذات التقنيات التكنولوجية المتطورة، حيث أصبح معرض آيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.